رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم اخبارنا المحليه واخبار محترفينا في الخارج، كمان اخبار الكوره العالميه في الفقره اللي جايه. الشروق عامر حسين يشرف على معسكر المنتخب بالاسكندريه. اليوم السابع فندق المنتخب ببرج العرب يخصص افراد امن للاعبين بسبب محمد صلاح. كورة، رمزي يقود ميران الفراعنة وأجيري يجتمع بصلاح. وان تري اليوم حسم مصير مشاركة رمضان صبحي مع المنتخب. الوطن سبورت طرح تذاكر مباراة مصر والنيجر الثلاثاء. اليوم السابع المنتخب الأولمبي يخوض تدريبه الثاني استعدادا لروسيا. الشروق، عبد الفتاح تطبيق الفار في مصر صعب جدا. اليوم السابع 20,000 جنيه لكل لاعب في الاتحاد السكندري بعد الفوز على الترجي. فيتو الانتاج الحربي يعود للتدريبات غدا ويواجه وادي دجله الاربعاء وديا. الوفد، عامر، بيراميدز افلت من الهزيمه امام سموحه. سكاي نيوز، نجم برشلونه مندهش بعد استبعاده من المنتخب. أيس الأسبانية، ساديو ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج في أغسطس. سبورت 360، ديل بييرو يوضح سبب عقم رونالدو والتهديف مع اليوفنتوس. يورو سبورت، كلوب سعيد بخطأ أليسون وهدف ليستر في ليفربول. وأيس، رسميا رونالدو يستحوذ على رئاسة نادي بلد الوليد. هنبتدي اهم اخبارنا المحليه من الشروق، واللي بتقول ان قرر هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكوره ان هو يعين عامر حسين رئيس لجنه المسابقات للاشراف على بعثه المنتخب في معسكره في اسكندريه استعدادا طبعا لمواجهه النيجر يوم السبت اللي جاي ضمن منافسات الجوله الثانيه من التصفيات المؤهله لامم افريقيا. كمان اليوم السابع قال ان عقد مسؤولين المنتخب الوطني اجتماع مع اداره فندق المنتخب في منطقه برج العرب قبل انطلاق معسكر الفراعنه النهارده استعدادا لمباراه النيجر يوم 8 سبتمبر الجاري، وتم الاتفاق مع اداره الفندق على تخصيص افراد امن عشان يكونوا مرافقين للعيبه المنتخب خصوصا طبعا للمحترفين، ومنع الاقتراب من اماكن تجمع وتواجد لعيبه المنتخب في الفندق تنفيذا لطلبات محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي. كمان كوره قالت ان بيبدا منتخب مصر معسكره الاول تحت قياده المكسيكي خافيير اجيري المدير الفني اللي تم التعاقد معاه مؤخرا لمده 4 سنين خلفا للارجنتيني هكتور كوبر، والمفروض ان هيعمل اجيري جلسه مع محمد صلاح المحترف دلوقتي في صفوف ليفربول الانجليزي عشان يلطف الاجواء معاه ومع الجبليه. وان تري قالت ان الجهاز الفني للمنتخب المصري كان مصر على خضوع رمضان صبحي لاعب فريق هاريسفيلد تاون الانجليزي النهارده للكشف عشان يعرفوا الجهاز الطبي طبعا بقياده الدكتور محمد ابو العلا يعرفوا مصيره ويقدروا يحددوا مصيره بشان المشاركه في لقاء النيجر من عدمه، وبرغم طبعا من الاصابه اللي كان بيعاني منها رمضان صبحي واحتياجه الشديد جدا لفتره راحه لا تقل عن اسبوعين على الاقل وصعوبه طبعا لحقه بلقاء نايجر، إلا أن الجهاز الفني عنده إصرار أن هو يخضع برضه للكشف الطبي. بالنسبة للوطن سبورت قالت أن اتحاد الكورة طرح تذاكر مباراة مصر والنايجر أو لسه هيطرحها إن شاء الله بكرة يوم الثلاث عشان تكون متاحة قصاد الجماهير اللي عندها رغبة أن هي تحضر اللقاء. ثروت سويلة من مدير التنفيذي لاتحاد الكورة أعلن عن حضور 40,000 متفرج لمباراة النايجر في ملعب برج العرب. نروح لليوم السابع، اليوم السابع قال ان بيخوض منتخب مصر الاولمبي بقياده شوقي غريب تدريبه الثاني على الملعب الفرعي في استاد القاهره استعدادا لمواجهه روسيا يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله في العاصمه موسكو، وهيسافر منتخب مصر مساء الثلاث مساء بكره ان شاء الله لموسكو عشان يواجه روسيا في اطار الاعداد لكاس الامم الافريقيه 2019 واللي بتستضيفها مصر والمؤهله لاولمبياد طوكيو 2020، وبيستعد برضو المنتخب الروسي لمواجهه صربيا في التصفيات المؤهله لامم اوروبا.
كمان شروق قالت ان اكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنه المسابقات في اتحاد الكوره على صعوبه تطبيق تقنيه الفار في الدوري المصري الممتاز خلال الفتره اللي جايه، وده بعد طبعا الجدل التحكيمي اللي شهدته المسابقه من قرارات تسببت في هجوم كبير جدا من جانب بعض الانديه على اتحاد الكوره او بالاخص على لجنه الحكام. وقال عصام عبد الفتاح تطبيق تقنيه الفار مش هتكون سهله في التوقيت ده، فهي محتاجه لامكانيات غير عاديه سواء ماليه او فنيه من جانب الحكام، وده بيتطلب تنفيذها اكيد لوقت كبير. كمان اليوم السابع قال ان محمد ابراهيم مدير الكره في نادي الاتحاد السكندري اكد ان كل لعيب في الفريق هيحصل على مكافاه 20,000 جنيه وفقا للائحه الخاصه بالفريق بعد ما صعد لدور ال 16 في بطوله العربيه، في البطوله العربيه طبعا بعد التعادل مع الترجي التونسي بنتيجه 2-2 في لقاء الاياب، واللقاء الذهاب انتهى طبعا بالتعادل الايجابي 1-1. اتكلم برضو عن صرف مكافاه خاصه من رئيس النادي محمد مصالحي والتم او رفضوا ان هم يعلنوا عن قيمتها. فيتو كمان قال ان الجهاز الفني لفريق الانتاج الحربي ده كابتن مختار مختار منح اللعيبه راحه سلبيه يوم الاثنين بعد التعادل السلبي قصاد النادي الاهلي، وهيرجعوا ان شاء الله بكره للتدريبات الجماعيه يوم الثلاث، ويخوض الفريق مباراه وديه كمان قصاد فريق وادي دجله بعد بكره يوم الاربعاء على ملعب الكليه الحربيه. سكاي نيوز قالت ان مدافع برشلونه الاسباني جوردي البا ابدى اندهاشه من قرار لويس انريكي مدير او مدرب فريقه السابق باستبعاده من تشكيله منتخب اسبانيا، وقال ان هو لا يجد تفسير لهذا الامر. قال البا كمان لم اتوقع ذلك، لكني ايضا لم اتوقع المشاركه في بطوله اوروبا 2012 بعد مستواي مع فالنسيا، الامر لا يتوقف على عليا بخصوص قرار المدرب بضمي او لا. واضاف كمان ود اللعب للمنتخب الوطني، لكن القرار قرار المدرب ويجب ان احترمه. في الموسم الماضي كنت جيد جدا، وهذا الموسم بدات بشكل جيد، انا اقدر ما افعله مع النادي وسنرى ما سيحدث مع المنتخب الوطني. دي كانت تصريحات جوردي ألبا. كمان ايس الاسبانيه قالت ان اعلنت خلاص رابطه المحترفين الانجليزيه النهارده عن فوز الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الانجليزي بجائزه لاعب الشهر شهر اغسطس في البريمير ليج، وانطلق طبعا الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليج في مطلع الشهر اللي فات، وخلاص خلص منه 4 جولات، والجائزه دي طبعا بتمنح بتصويت الجمهور. حصل ساديو ماني على نسبة 58% من تصويت الجمهور في البريمير ليج. طيب سبورت 360 قالت ان الاسطوره الايطاليه المعتزل اليساندرو ديل بييرو لاعب يوفنتوس السابق كشف عن سبب العقم التهديفي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع السيده العجوز، واتكلم ديل بييرو عن الدوري الايطالي وقال ان هو مختلف بعض الشيء عن الدوريات الثانيه خصوصا طبعا من الناحيه الدفاعيه، فالموضوع معقد جدا بالنسبه للمهاجمين، فعلى كريستيانو رونالدو ان هو يعرف البطوله الجديده او الدوري الجديد اللي بيلعب فيه بشكل اكبر. كمان يورو سبورت قالت تسببت الهفوه اللي ارتكبها الحارس البرازيلي اليسون بيكر في مباراه ليفربول وليستر سيتي في فتح باب النقاش طبعا على غروره بعد ما تسبب في هدف مجاني للخصم كان بيفقد طبعا ريتس نقاط المباراه الثلاثه، لكن المدرب الالماني يورجن كلوب كان عنده نظره مختلفه، قال ان هو سعيد جدا بالهفوه دي وبرر ده بان الخطا كان لابد ان يقع فيه ولم نعد في حاجه للانتظار الان. وكمان قال حين فعل ذلك الاسبوع الماضي وتحدث الجميع عن ذلك عرفت بان هذا الخطا سيحدث في يوم ما. وقال كمان اليسون متعجرف بنسبه 0% لكنه واثق من قدرته على فعل ذلك، نحن نتخذ القرار في ثانيه وثانيه ندرك انه قرار خاطئ. كمان ايس الاسبانيه قالت ان رونالدو بيستحوذ على رئاسه نادي بلد الوليد، اعلن نادي بلد الوليد الاسباني عن استحواذ النجم البرازيلي رونالدو دي ليما الظاهره على رئاسه النادي، ونجح رونالدو في ان هو يحصل على نسبه 51% من اسهم نادي بلد الوليد العائد طبعا لمنافسات الدوري الاسباني الممتاز لكره القدم في الموسم الحالي. دلوقتي هنطلع لفاصل سريع وهنرجع نكمل معاكم فقرتنا، خليكم معانا.